التالي حلقة خاصة. المتاحف بوجه عام هي ذاكرة الأمة، ولها دور هام في تنمية الإنسان وربطه بجذوره والحفاظ على هويته القومية. والمتحف الزراعي هو تسجيل لتاريخ مصر الزراعي المشرف. مشاهدي قناة مصر الزراعية، أهلا بكم. نتابع مع حضراتكم جولة الأستاذ الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي داخل المتحف الزراعي، وافتتاح القاعة المخصصة للمتحف الصيني. في احتفالية هامة بالنسبة للزراعة المصرية وأهمية ما قدمه التاريخ لمصر من دعم للزراعة المصرية من أدوات ومعاملات زراعية ومحاصيل لها تاريخ، احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الأستاذ الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور عددا من الوزراء وكبار المسؤولين. تم الاحتفال بالعيد الماسي لإنشاء المتحف الزراعي، وقام سيادته بافتتاح عددا من مشروعات التطوير في المتحف، بالإضافة إلى افتتاح قاعة المتحف الصيني الزراعي والوقوف على ما تم من إنجازات لإنشاء غابة صينية داخل المتحف. النهاردة بس بنوصل رسالة للمجتمع قد إيه الحضارة بتاعتنا يعني جيدة وأثرها ممتدة حتى الآن، لما نرى قد إيه جزء من التقدم الزراعي كان موجود في الفترات السابقة، أما الدين بين للمواطنين التعاون بيننا وبين البلاد الشقيقة ذات الحضارة المماثلة زي الصين على سبيل المثال، وإزاي إن إحنا يعني يكون بيننا يعني لهم موجود عندنا فرع للمتحف الصيني أو متحف صغير للصداقة المصرية الصينية. ده بيدي فرصة حتى للمواطن المصري اللي لم تتح له فرصة إنه يزور الكلام ده في الصين، إنه يشوف قد إيه الحضارات الاثنين ويقارن بين الحضارات وبعض. فدي رسالة بنوجهها اليوم، إن إحنا لدينا حضارة عريقة، يجب أيضا أن يكون التقدم بتاعنا في المستقبل مواكب للحضارة العريقة اللي إحنا كنا عليها زمان. إحنا عملنا سياسة صنفية، وزعنا الأصناف على المحافظات المختلفة بحيث إن هو يبقى يعني نزرع القطن اللي إحنا هتحتاجه المصانع بتاعتنا، اللي بنقوله له إن الحمد لله ما فيش أي راكد من مخزون القطن من الموسم السابق أو المواسم السابقة، وده هيؤدي إلى تسويق جيد في الموسم القادم إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يكون السعر مجزي، وده اللي إحنا بنعمل عليه دائما، أن يكون العائد للفلاح من زراعته مجزي لكي يستمر في الزراعة. قامت على حوالين نهر النيل، والزراعة المصرية من أقدم الحرف المصريين. يعني احنا دايما بنفتخر بأن الفلاح المصري من أمهر فلاحين العالم، لأنه ابتدى الحرفة دي من 7000 سنة. يعني الرسالة اللي احنا عايزين نقولها للناس، يجب ان احنا نحافظ على المية من أجل الزراعة ومن أجل الحياة ومن أجل تأمين الغذاء المصري. يعني بدعو كل المصريين هم يجوا يشوفوا حضارة القدماء، أجدادنا القدماء، ويشوفوا قد ايه هم كانوا بيهتموا بالزراعه والمنتجات الزراعيه وتغليف الزراعه وتخفيف المنتجات الزراعيه وهكذا. يعني والحقيقه هو مدرسه للاجيال القادمه، يعني نتعلم منها جميعا. احنا كمصريين واجب علينا ان احنا نرشد استخدامات المياه، نمنع اهدارها، نحافظ عليها من التلوث، نرفع كفاءه الاستخدام بحيث ان هي توفي بالاغراض بتاعتنا.
ما يجيش يوم نعاني من عجز مائي. الحمد لله احنا كنا يعني في سنة 59 23 مليون، احنا قربين على 90 مليون وما زلنا لا نشعر بان هناك أزمة مياه، ويمكن من حسن الإدارة انما احنا طالبين المزيد ومطالبين ان ما يبقاش فيه تلوث نهائي، لان التلوث ده بيساعد في ندرة المياه. احنا بنركز في الفترة القادمة وحاليا على التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، وان شاء الله يعني المياه موجودة في الحوض بوفرة، ولو خلصت النوايا وان احنا نجتهد ونتكامل مع دول الحوض ان شاء الله مش هيكون في أزمة مياه. التاريخ بيأكد لنا ان ده يمكن قالوا انه تاني متحف زراعي في العالم. الاهتمام بزراعتنا والاهتمام بتاريخنا واطلاع الشباب الجديد عليه وامر في غاية الاهمية، ليس فقط العلاقات بين مصر والصين، ولكن لنا ان نفخر بهذا التاريخ والاهتمام بالزراعات والاهتمام بطريقة تخزين. اطلعنا على طريقة تخزين الحبوب في حتى القمح في سنبله وطريقة تخزينه والاهتمام به. اطلعنا على ان من ايام قدماء المصريين ومن ايام القرن الخامس قبل الميلاد بيأكدوا عدم البناء على الأراضي الزراعية. طلعنا على طريقة صيد الأسماك، طريقة تخزين التعامل مع البذور ومع الحبوب، والطريقة التعامل البيئي واحترام البيئة. طلعنا على حاجات كثيرة تأكد أهمية هذا المكان للسياحة الخارجية والداخلية، وبنأمل أن يبقى في برامج سياحية لشبابنا وأبنائنا في المدارس وفي الجامعات، وأيضا يبقى جزء من برنامج السياحة الخارجية للاطلاع على هذه يعني المعجزة التاريخية في مجال الزراعة. ونأمل إن شاء الله أن يكون جزء من هذا من البرنامج، لأن اطلعنا على حاجات نفخر بها كمصريين وكتاريخ في التعامل مع الزراعة والصناعات الزراعية وطريقة تخزين الحبوب وطريقة صيد الأسماك. فهذا فخر للمصر ويجب كل الشباب المصري يطلع عليه. زائد أنه إضافة للقاعة الجديدة الصينية بتفتح باب التعاون في المجالات المختلفة ومنها في المجالات الزراعية، بحيث شبابنا والسياح يطلعوا على أنواع النباتات ودراسة مقارنة بينها بين القدماء المصريين والصناعات الحديثة في الدول المختلفة. اساسا كان قصر الاميره فاطمه اسماعيل حفيد بنت الخديوي اسماعيل، وده كان المكان بتاعها وكانت عايشه هنا اساسا. وبعد كده لما اتبرعت بالمكان عشان تنشا جامعه القاهره، كان اساسا مقترح ان جامعه القاهره تتعمل في المكان ده، وبعد كده اختاروا مكان جامعه القاهره الحالي، وبعد كده وزاره الزراعه خدت المكان ده وفكرت في انشاء المتحف. المتحف ده افتتحه الملك فاروق في سنه 38، يعني احنا النهارده بنحتفل باليوبيل الماسي لانشاء المتحف الزراعي، يعني بنحتفل بمرور 75 سنه على انشاء المتحف الزراعي. احنا المتحف الزراعي تاني اقدم متحف في العالم بعد المتحف المجري، ويعتبر اول متحف زراعي من حيث المساحه ومن حيث المعروضات. احنا المتحف الزراعي بتاعنا دلوقتي النهارده بنحتفل بافتتاح متحفين جديدين، هو المتحف الصداقه الصينيه، وبنحتفل كمان بافتتاح المتحف الزراعة المصرية القديمة في العصر اليوناني الروماني والقبطي الإسلامي. دول المتحفين الجداد اللي هيتضافوا النهاردة لمجموعة المتاحف، ويبقى هنا إن شاء الله أول مدينة متاحف زراعية موجودة في العالم. المتحف بتاعنا بيضم متحف الزراعة المصرية القديمة في العصر ما قبل التاريخ لحد العصر الفرعوني، بيضم متحف المجموعات العلمية، وده بيشرح كل أنواع الطيور والحيوانات الموجودين في المملكة الحيوانية. عندنا متحف النباتات وده بيضم كل المملكة النباتية. عندنا متحف البهو العربي السوري، وده أنشئ أيام الوحدة العربية السورية بين مصر وسوريا، وهو دلوقتي جاري تطويره. عندنا متحف القطن، وده متحف متخصص بيحكي تاريخ القطن من أول ما دخل مصر في عهد محمد علي لحد النهاردة. في عندنا متحف مهم جدا هو متحف المقتنيات الفنية،
أو متحف المقتنيات الأميرة فاطمة إسماعيل، هو أساسا ده كان المقتنيات واللوحات الفنية اللي كان عاملها كبار فنانين مصر سواء رسامين أو نحاتين، والمقتنيات اللي كانت موجودة في قصر الأميرة فاطمة إسماعيل نفسها إحنا محتفظين بيه، وتعمل فيه متحف رائع 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 اللي هو متحف المقتنيات التراثية لقصر الأميرة فاطمة إسماعيل. نرجع بقى للمتحف الصيني اللي هنفتتحه النهاردة. هو الحقيقة ده متحف نتيجة تعاون ما بين جمعية الصداقة المصرية الصينية ووزارة الزراعة. هو عبارة عن أعمال فنية برضو صينية أصلية. إحنا دلوقتي كمان مع السفير الصيني بنحاول إن إحنا نعمل بروتوكول تعاون ما بين المتحف الزراعي وما يقابله من الجانب الصيني. هتلاقي النهاردة أهم حاجة كانت موجودة في افتتاح المتحف الصيني النهاردة أو أهم قطعة هي فاز كان أهداها شون لاي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بنحتفل بالذكرى 75 للمتحف الزراعي المصري، وأنا يمكن عايز أقول لكل العالم مش للمصريين بس إن إحنا شعب ليه حضارة وليه تاريخ، والمتاحف هي بتجسد تاريخ الأمم، وإحنا المفروض بنراعي إن إحنا لو بصينا على المتحف الزراعي، ولازم أنا بنادي بقى كل أم إنها تاخد ولادها ويجوا يشوفوا المتحف الزراعي المصري، يجوا يشوفوا تاريخ وحضارة الشعب المصري مجسد هنا، تاريخ الزراعة منذ الفراعنة عملوا ايه في الزراعة، ايه المعدات اللي كانت عندهم، ايه الزراعة وتطورها. يمكن عندنا هنا لو حضرتك هتلف هتلاقي المعدات الحديثة اللي بتستخدم دلوقتي كانت مستخدمة مثيلتها في العصر الفرعوني، وده بيجسد للأطفال والجيل الجديد ان مصر دي مصر ليها تاريخ وليها حضارة، ولازم احنا نحب بلدنا بالقدر اللي تستحقه، لأن مصر دات لنا كتير. وأنا بعتبر النهاردة الاحتفالية النهاردة إن إحنا نشوف تاريخنا، وإن إحنا نبص نشوف إحنا مين كمصريين، والتعامل الحالي يتغير ونكون إحنا شعب لنا تاريخ. النهاردة بصفة عملي بالعلاقات الدولية، إحنا النهاردة عازمين كل السفارات اللي موجودة في مصر ليشوفوا تاريخ مصر القديم والحديث. إحنا النهاردة برضو في تطور كتير كبير جدا في الزراعة، ولازم نقدر نشوف اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، وهو الماضي بتاعنا. لما العالم كله يشوف مصر القديمة أكيد بتحط بذاكرته إن قد إيه الشعب ده شعب ليه تاريخ والشعب أصيل. فإحنا عازمين كل السفارات الأجنبية النهاردة تحضر معنا الاحتفالية، وأنا بعتبر إن دي يعني نقطة نبتدي بيها الهدوء بالنسبة لنراجع نفسنا ونشوف تاريخنا، ونقدر إزاي تكون هي البداية الحقيقية لعمل جيد زينا زي جدودنا. العيد الماشي للمتحف المصري الزراعي، وفي نفس الوقت النهارده هنفتتح المتحف المشترك بين الصداقه المصريه والصداقه الصينيه، وده بيدل ان بعض الدول جايه عايزه تعمل اشتراك معانا في هذا الموضوع، وهذا يدل ان احنا يعني في شيء له قيمه وله تاريخ، ومصر دائما في بدايه التاريخ، وان شاء الله يبقى ربنا يوفق مصر باذن الله. عندنا قسم من احد اقسام معهد بحوث البساتين بتحتفظ بهذه الاشياء، ولهم برنامج بحثي، ويمكن احنا عشان يتماشى مع الوضع اللي موجود هذا القسم موجود داخل المتحف الزراعي، فبالتالي احنا رابطين البحث العلم الزراعي بالمقتنيات اللي موجوده، وبالتالي عشان يتم المحافظه عليها وطريقه المحافظه عليها. وحاليا كمان ان احنا بنعمل على الاشياء النادره والحاجات دي بنعمل البصمه الوراثيه بتاعتها عشان تبقى متعرفه
ويمكن عندنا قسم اللي هو قسم الفلورا ده موجود على أساس بيعمل عملية تجميع لجميع الأشياء اللي هي كانت موجودة من زمان يعني. عندنا في وزارة الزراعة مجموعة كبيرة من المتاحف، والنهاردة يعتبر اليوبيل الماسي لهذه المتاحف أو لبداية إنشاء المتاحف الزراعية في مصر. يعني دلوقتي فات عليها حوالي 75 سنة، 75 سنة، ومصر عندها متاحف، أهمها المتحف الزراعي اللي هو بيستعرض فنون الزراعة المصرية من القديمة حتى الآن. وده يعني زراعة من 7000 سنة موجودة وعاملين لها آثار، وهذه الآثار احنا محتفظين بيها في المتاحف بتاعتنا. احنا عندنا كذا متحف داخل مدينة المتاحف، احنا مفروض نسميها مدينة المتاحف المصرية التابعة لوزارة الزراعة. لو بدأنا نبدأ بمتحف الزراعة القديمة، ويمكن اللي احنا واقفين جواه ده هو ده متحف الزراعة القديمة، بيحكي تطور الزراعة في من 7000 سنة وكيفية المزارع المصري، وإيه هي الأدوات اللي كان بيستخدمها المزارع المصري، وإيه هي التقاوي، وإيه هي البذور اللي كان بيزرعها، وإيه هي النباتات والأزهار اللي موجودة، ونواتج هذه الزراعات، وما كان يصنع عليها من أدوات. كل دي كانت في بنعرضه في متحف الزراعة القديم. كبير جدا لوزارة الزراعة أن يبقى تحت إيدها هذا الصرح، ولكن الحقيقة الدور الإعلامي أو الإعلامي الخاص بالمتحف يكاد يكون مفقود خلال السنوات الماضية. يمكن واحد فاكر أن أنا دخلت المتحف ده أكثر من مرة وإحنا طلبة، سواء كنا في الجامعة أو في المدارس. النهاردة المتحف يعني لأول مرة وأنا يعني أحد الموجودين في وزارة الزراعة أشوف هذا التطوير وهذا الكم من التاريخ المصري العظيم جدا اللي موجود في قاعات المتحف. والحقيقة يعني لازم يكون في إعلام كويس، ترويج في لطلبة الجامعة بالذات ييجوا وكليات الزراعة يشوفوا تاريخ الفلاح المصري منذ الفراعنة. حقيقة حاجة مشرفة جدا، وأنا أتمنى إن احنا يعني نسجل هذا التاريخ ويبقى يعني يعرض حتى في سيديهات بعد كده عن طريق قناة مصر الزراعية، تاخد هذه المبادرة وتاخد يعني فترة يعني برنامج على فترات قاعة بقاعة تشرح التاريخ الموجود في هذه القاعة، لأن حاجة عظيمة جدا جدا، ولازم كلنا يعني نروج لهذا الموضوع والناس تيجي تشوف قيمة الإنسان المصري منذ القدم حتى الآن. اللي فيه قيمة كبيرة أضيفت في الفترة الأخيرة، وفيه عرض متحفي جيد، وفيه تطوير للمكان ككل، وما زال التطوير جاري. هذا المكان له قيمة عالية جدا من جميع النواحي. الجيزة معروفة أنها أرض الحضارة، والحضارة يجب أن تؤصل وتوثق
بتوثق من خلال هذه المتاحف. احنا سعداء في محافظة الجيزة بأن المتحف الزراعي بيضم متحف مكشوف ومفتوح ومتاحف داخل مباني. احنا يعني كل اللي بنطلبه بقى في الفترة القادمة انه يكون على قائمة المزارات للسواح، وان التطوير ده يظل بقوته اللي شاهدناها ويستمر، يعني حتى يصبح هذا المكان معلم من المعالم اللي بيرغب دايما السائح في زيارتها. يعني النهاردة بنشوف من ضمن المقتنيات بعض الأحكام اللي كانت مطبقة في الفترة الفرعونية: لا تبني على أرض زراعية، وده من قديم الأزل ومصر ماشية على هذه الحكمة. في قيمة للأرض الزراعية، لا يمكن إهدار هذه القيمة لأي عاقل. احنا النهاردة بننتظر من مجلس النواب القادم انه يعمل تشريع بيتصادر كل المباني التي بنيت بالمخالفة على أرض زراعية، ويجب عدم ترك أي فرصة للاستفادة من أي مواطن بنى على أرض زراعية. البناء على أرض زراعية هو اعتداء على ممتلكات المجتمع ككل. دي اللي كانت بتتحط عند السهم بتاع الرمح، اللي هي الالات الحاده اللي كانت بتتحط عند السهم والرمح، ودي بعض السكاكين. This is a sharp which is put in on the top of the arrow for the spears and lines. ان هو كانوا بيحطوا البذور في الارض وبيخلوا الحيوانات تمشي عليها، وخصوصا الحيوانات اللي هي رجليها تبقى رفيعه عشان تدخل البذور زياده في الارض. ودي عمليه الحرس الارض blowing of the seeds، ونوع عمليه الحصاد الهارفستنج. وكانوا بيستخدموا الحيوانات ان هي تنقل المحصول بتاعهم. This is a pottery. دي اواني فخاريه كانوا بيعملوها عشان يستخدموها للاكل. This is a pottery was using in putting foods in it. ودي ادوات للمطبخ، وده زي عصاره البرتقال دلوقتي، وده زي الهون دلوقتي. ده الحبل اللي كان بيستخدم اللي بيطلعوا بيه على النخله. This is a rope which used for climbing the dead palm or dome palm. And this is a basket, and this is bags. وده basket، ودي الشنط بتاعتهم، دي نماذج للشنط بتاعتهم، كل دي original. من خلال الجولة التي قمنا بها داخل المتحف الزراعي للتعرف على تاريخ مصر الزراعي، تبين لنا أنه يجب أن نضع هذا التاريخ الهام أمام أعين المصريين أجمعين للتواصل مع الزراعة القديمة وأخذ العبرة منها لتوصيل الزراعة المصرية إلى بر الأمان. مشاهدي قناة مصر الزراعية، شكرا لكم وإلى اللقاء.